السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ اموركم كلها مزيانه؟ كنتمنى الفيديو ديالي يعني يوصلكم، تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا بخير، تكونوا ناشطين. المهم البنات، ان شاء الله هذا الفيديو هذا بغيت نشارك معكم نقدر نقولوا هذه الغديوه كيفاش غادي تدوز. اليوم ان شاء الله راكم عارفين يعني من بعد الرحيل وداك الشيء كاين غير دي باني غير الا كان جاي شي واحد ضيف عندك فين كتعطي يعني كتعطي للطبله حقها، كتعطي للغداك حقه او العشاك او شوف امتى غيكون عندك هاد الضيف. اما في الايام العاديه يعني كاين غير دي باني. اليوم ان شاء الله قلت غادي نصيب يعني كل حاجه على حقها. المهم غادي نلعب بالحوت البنات اليوم ان شاء الله، المائده غتكون حوتيه. غادي ان شاء الله واحد الحوته بغيت نعمرها، غادي نشارك معكم ان شاء الله الغديوه ديالنا كيفاش غادي تدوز. المهم البنات، هذا النوع ديال الفيديو عارفه بلي بزاف الاخوات اللي كيكتبوا لي ويقول لي رجعي لنا للشهيوات، رجعي لنا للتساوي، رجعي لنا للحويجات بحال هكا. المهم ان شاء الله البنات مره غادي نبقى ننزل لكم مائده بحال هذا الشكل بحال هكا اللي كيكون فيهم ابسط صغيره يعني افكار بسيطة نقدروا نحطوا منها مائده متوله، نعطيوها بطبيعه الحال ديك اللمسه ديالنا، ديك الديكور ديالنا، ديك الحداقه ديالنا نبينوها في الطبله ديالنا البنات. يلا البنات نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها الخبز، ضروري ما كايناش شي امراه مغربيه ما تبداش بالخبز. المهم البنات غادي نبدا ان شاء الله باول حاجه، انا غادي ندير الخبز عادي، خبز ديال القمح عادي، غادي نعجن لحقاش ما بقاش عندي الخبز. هاد الصباح يعني خديت غير باريزيان باش فطرنا، غادي ندوز ان شاء الله نعجن ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. البنات اول حاجه بديت بها كما شفتوا يعني حيت عليا العجينه صافي، راه الخبز دايره كيخمر، انا كنخمرو بحال هكا في لاطه ديريكت اللي كيطيب فيها ما شفتوا، يعني كنفرش لي ورق الزبده وهكا كتجي الامور سهله وما كتبقاش عندي الخدمه بزاف. صافي يعني كنخمرو هنا صافي، درتو في الفران كندفي شي شويه الفران الا كان الحال بارد بحال دابا، حنا اليوم عندنا شويه الحال بارد كندفي شي شويه الفران وعاد كنحط فيه الخبز يعني دغيا كيطلع يخمر. وهنا كما كتشوفوا البنات بديت كنوجد في الحوته اللي كتشوفوا يعني مغسوله مقاده واجده، هذه الحوته اللي بغيت نعمر يعني حل ليها الظهر ديالها كما كتشوفوا البنات مغسوله واجده مقاده. هنا كما كتشوفوا درت شويه ديال البصله اللي كطيح، غادي نضيف لها شويه ديال الفطر. هنا درت في الماء سخون درت شويه ديال الفطر هذا الاسود، ودرت هنا الشعريه الصينيه او الفيرميسيل درتو كيطلق حتى هو في الماء سخون، بعد غادي نصفيه. هنا كما كتشوفوا البنات عندي القمرون، انا يعني مؤخرا عاد كنستعمل هذا القمرون هذا اللي كيكون طري بحال هكا، ما بقيتش كنجيب هذاك القمرون اللي كيكون متلج ما عرفتش كيتمسخ، يعني غير كديريه في المقله كيكون يبان لك حبات صحاح، غير كديريه في المقله وكيتمسخ، داكشي علاش ما بقيتش بغيت ندخلو يعني الى الواحد يعني اضطر بحال هكا ما لقاش واجد ولا شي حاجه. اما لقيت فيما كنلقى يعني طري كناخذ طري. صافي هذا راه كنديره في المجمد، يعني غير كنجبدو يتحيد منه الثلج وهانتوما يعني الطريقه ديال التنقيه ديالو حلو ساهل، غير كيتحل منه الثلج كما كتشوفوا البنات، والطريقه ديالو سهله يعني ما كتاخذ لا وقت لا والو وكناخذوه طري. صافي من بعد كنفتح ليه هاد العيبه هادي ديالو من الفوق، من هنا بحال هكا كنحيد ليه هذاك الخويط. صافي ها القمرونه ديالي واجده نقيه مصيبه على ايدي. صافي يلا هون حنا مع بعضياتنا بدا نعمر الحوته هي الاولى. كما قلت لكم الخبز راه كيطيب، يعني بديت بالحوايج اللي كيشدوا شي شويه للايد، من بعد غادي ندوزو للتحليه، غادي ندوزو للشرط. هون حنا مع بعضياتنا البنات. المهم البنات هنا كما كنشوفوا انا درت البصله كدبلات، ما عنديش الفطر الابيض ولكن كما عارفين يعني دائما كنقول لكم دائما البنات الا ما كانش الحاجه هذا ما كيعنيش بلي ما غنديروش يعني ما غنكملوش الطياب، ما غادي نستغنى عليه، غادي نستعمل غير الفطر الاسود. صافي هنا كما كتشوفوا البنات ضفت هاد القمرونات هادو من بعد ما نقيتهم وشللتهم بطبيعه الحال غسلتهم، غنضيف شويه ديال المعدنوس وربيع
يعني حشوه عاديه. غادي ندير واحد العصره ديال الحامض، الكميه كتختلف يعني بطبيعه الحال على القد اللي حنا دايرين. هنا واحد نص حامضه تقريبا. غادي نضيف التوابل. انا البصله رانا نزلتها بشويه ديال الملح البنات، يعني ندير بحساب راني درت الملح. وغادي نضيف واحد النسمه من صوص الصوجا كما كتشوفوا درت بزاف. غادي ندير شويه ديال الكمون، انا عاد كنستعمل البزار الابيض والبزار الاسود، يعني كندير منه شويه شويه، عارفين الابيض راه كيكون شويه شويه مجهد. غادي نزيد نضيف واحد الرشيشه ديال الملح، درت بحساب يعني نزلت بها البصله، ورغم ذلك غادي نضيف واحد شي شويه. وطبعا الحال حمارة اللي بغى يستغنى عليها، يعني بغى يخلي اللون طبيعي يخليه. انا يعني كندير التحميره منها المذاق ومنها اللون، يعني كتعجبني التحميره في الحشوه بحال هكا. صافي غادي نشرمل هادشي وغادي نضيف عليه الفطر الاسود والشعريه الثانيه. اللي بغى يضيف الهريسه البنات، يعني اللي بغى الحار يضيف الهريسه، اللي بغى يستغنى عليه يستغنى عليه. انا عندك هذه الحشوه هذه ديال الحوت، يعني كيبغيو الناس ديالي بزاف، داكشي علاش ما غاديش ندير ما غاديش نضيف الهريسه، غادي نستغنى عليها. صافي غادي نخلط هذه العناصر كامله، وغادي نخليها بطبيعه الحال واحد شويه يعني تقلى هكا باش يدخل هذا الشيء في بعضياته مزيان، ونطفي عليه ان شاء الله وتكون الحشوه ديالي واجده. دابا ان شاء الله غادي نخليو الحشوه على جنب وغادي ندوز ان شاء الله نوجد الشرموله ديال الحوت. بالنسبه لبنات الشرموله ديال الحوت، اول حاجه غادي نبدا بها طبيعه الحال هي الحامض. غادي ناخذ واحد نص حامضه، غادي نضيف واحد الخليط ديال معدن وصربان. طبيعة الحال غادي ناخذ الثومه، يا ناخذ الثومه المعجونه يا ناخذ الثومه طريه ونحكوها. انا عندي هذه واجده. غادي ناخذ اما ناخذ حبه ديال مطيشه نحكها للناس، اما ناخذ مطيشه اللي تكون واجده، يعني لينا الاختيار اللي متواجده عندنا. انا كما قلت لكم البنات خديت هذه المطيشه هذه الموجوده. غادي نضيف التوابل بطبيعة الحال، شويه ديال الفلفل الاسود يعني البزار، نديرو اللي متواجد عندنا اللي حنا كنبغيو. انا هنا درت خليط ديال الفلفل الاسود الاسود والابيض. غادي ندير بطبيعة الحال الملح. هنا عندي هاد الشطه ولكن ما حراش بزاف، او غندير منها شويه راه تصبقت لي واحد شي شويه. ندير شويه ديال الكمون، وغادي نضيف شويه ديال صوص الصوجا، هو اختياري يا نضيفو نضيفو، بغينا نستغناو عليه نستغناو عليه. وبطبيعة الحال شويه ديال زيت البلدي. غادي نشرمل الحوته ديالي. المهم انا هذه يلاه طيلي غادي نطيب فيها وجداها. غادي نحاول نشرمل الحوته يعني من الداخل من برا من جميع الجوانب. بغينا نفلحو الحوته نفلحوها، بغينا نخليوها صاينه بحال هكا. انا كما قلت لكم يعني فتحتها من الظهر،
ما غاديش نفلحها من برا، يعني عند الحوتة منين تنفس. المهم كيما كتشوفوا البنات ها الحوته ديالي تشربلات. المهم البنات حاجه ما درتهاش هي صوص صوجا، يعني كنديرها حتى الاخير. وعلاش كنديرها هي الاخيره؟ يعني هو اختياري، بغينا نديروه نديرو كيما قلت لكم يا في الصوص يا في الشرموله اللي درنا يا في الحشوه، يعني اختياري هاد الصوص صوجا، يعني اللي ما كيبغيش يقدر يستغنى عليه. صافي كنعاود نخلط واحد التخليطه وكنعمر صافي ها الحشوه ديالي واجده كما كتشوفوا، وغادي نعمر الحوته ديالي ومن بعد شوفوا كيفاش غادي نديكوريها. بالنسبه للحشوه بغينا نقطعوا فيها مثلا زيتون، يعني اي اضافه بغينا نضيفوه نضيفوه، يعني ما كنبقاوش محصورين بهاد الفكره اللي عطيتكم. صافي البنات ملي كنحلو الحوتة من الظهر كتعطينا الضوء، شتو؟ يعني أنا حليتها كاملة كيما كتشوفو. كنحاول نوزع الحشوة ديالي مزيان على الحوتة كاملة وكنسد، ما نعصرش باش ما تخرجش لي الحشوة من برا، باش ما راكم عارفين غادي طيب في الفران، باش يعني ما تقصحش لينا هاد البيرميسال وهذا. يعني نخليها كما كتشوفوا بقات مهزوزه من هنا، نخليها مهزوزه، يعني ماشي نبقى نورك ونخلي الحشوه تخرج، غير باش ملي تطيب يعني ما تجيناش هاد الشعريه الثانيه ما تجيش يعني مقرمله بزاف. المهم انا البنات هاد الحوته هادي غادي نديرها غير بالفلافل او بالفلفله. المهم كما كتشوفوا هنا خليت واحد شويه ديال الشرموله باش غادي نديرها للفلفله، باش حتى الفلفله يعني تجي من السما بنفس الشرموله. طب انا عندي هنا فلفلات كما كتشوفوا ملونين، بغي اللي بغى يدير خضره يدير، يعني لينا الاختيار. انا هذا هو الحوته ديال اليوم، يعني اقترحت عليكم بهذا الشكل بحال هكا، وانتم بطبيعه الحال يعني كل واحد كيدير داك الشيء اللي كيبغي. كنقطع غير بحال هكا طويله هذه الفلفله، المهم البنات بالنسبه للحوته كما كتشوفوها هي وجدات. شو بقى لي غير غادي نغطي عليها وندخلها الطيب، غنغطي عليها بورق الزبده ونغطي عليها بابي الومنيوم وندخلها الطيب ان شاء الله. بالحق قبل ما غادي تطيب، يعني قبل ما توصل لحقها في الطياب، انا هنا كما شفتوا البنات يعني الفلفله اللي قطعت كلها تبلتها بهذيك الصوص اللي كانت بقات لي من الشرموله. وهنايا هنا واحد الحبيبات غير القلال ديال الكاميرون، هنا هاد الحامض بغينا نضيفو يعني سلسه ديال المطيشه، يعني اللي عندنا كلهم كما كتشوفوا شرمرتهم بنفس الشرموله. وهادي كاين فكره البنات الاخوات اللي كيتحرق ليهم، يعني بحال دابا اللي كيتحرق ليهم يعني مثلا الفلفله هكا، يعني الا درت كلشي ودخلته في دقه واحده المهم كيتحرق شي شويه. غادي نخلي غير تبدا تدخل في الحوت واحد شي شويه الطياب، من بعد ما غير بدا يدخل فيه الطياب غادي عاد ديك ساعات غادي نديكوري اللاطا ديالي وغادي نزيد ندخلها ثاني الفران. الطيب كتجي طياب نيشان، الفلفله كتجي طيبه، كلشي كيجي طيب وما كيجيش محرق. دابا ان شاء الله غادي نبداو في الشلاضة. المهم الاقتراح ديال اليوم عندي الخص، يعني اي نوع عندي ديال الخص، عندنا هذا الخص العادي، عندنا الخص المخلط، عندنا انا هنا كما كنشوفوا كناخذ هذه الخليشه اللي كيكون فيها هذا الخص المخلط، يعني كيكون فيها هذا الكروم كيكون مخلط بحال هكا. عندي هنا واحد شويه ديال الخيزو، عندي هذا الخيزو الصغير هذا اللي كيكون فيه المذاق ديال الحلو، كيجي زوين بزاف البنات. ما عندناش نقدروا يعني نستعملوا غير الخيزو العادي،
نحكوه ونخليوه طويل. عندي هنا الفجل. مهم البنات الفكره من هاد الشهر هذا يعني اللي متواجد عندنا واللي حنا كنبغيو. انا هنا كما كتشوفوا عندي واحد الحبه ديال لافوكا، عندي شويه ديال الفرماج حمر، نقدروا نستغناو على الفرماج حمر، نقدروا يعني نضيفوا حوايج اخرى. هنا عندي واحد الحبات ديال القمرون، كما شفتوا يعني الغداء ديال اليوم بقى في الحوت، دخلت القمرون. كيف ما نقدر يعني نستغنى على القمرون بالمره، نقدر ندير مثلا الكاشير، نقدر ما ندير حتى شي حاجه، يعني نخلي غير شلاضه ديال الخضره بوحدها. المهم انا هادو كاقتراحات البنات، وانتم يعني بدعوا كيف ما بغيتوا تبدعوا. نقدروا نزيدوا الفلفله مشويه، نقدروا نضيفوا مطيشه، نقدروا نضيفوا اي حاجه. المهم انا غادي ناخذ هذا الخس هذا، غادي نزيد نقطعو، ما غنخليش بحال هكا، غادي نزيد نقطعو شي شويه. غادي نحك هذا الخيزو هذا، غادي نقطعو شي شويه حتى هو طويل اللي بقى على هذا الشكل بحال هكا. انا هاد الشلاضه البنات هادي راه بقات لي من البارح، هادي راه ماشي يلاه درتها اليوم، هادي راه بقات لي من البارح. ما كتشوفوا يعني مني ما كنديروش فيها الصوص، انا كنديرها بحال هكا وكنخشيها في الثلاجه، كنغطي عليها بحال هكا. هذه كفكره البنات، كنغطي عليها بحال هكا، كنحط يعني كلينا منها في الغداء ديال البارح. وهذا اللي بقى ما كتشوفوا راه بقى يعني كيبقى مزيان، ما كيتحرق له لا ورق لا والو، غير هو الحاجه الوحيده البنات ما نديروش فيه الصوص، ما نديروش فيه الملح، ما نرشوا فيه لا حامض لا حتى شي حاجه، يعني نخليوه بحال هكا. اللي بغى كنهزو نحطو في الطبسيل، يعني نهزو من هنا ونحطو في الطبسيلة، وعاد ديك الساعة نديرو الصوص. يعني اللي كانت عنده بحال هكا، أنا كنت حليت باكية كبيرة. أما اللي كتكون عنده غير حب غير يعني باكية صغيرة، راه تقدر دير الصوص وتحطو في الطباسيل ديريكت. المهم البنات كيما قلت لكم، غادي نقطع هاد هاد الشلاضة أولا هاد الخس، غادي نقطعو صغير، نقطعو هنا نيت باش نخلط في هاد نيت. انا راه هو اصلا مقطع صغير، غير غادي نزيد نقطع شي شويه، غادي نحطو ان شاء الله فهاد الطبيصلات. شي راه هنا راه كله مغسول، كلشي واجد. بسرعه كنطيب دابا، درت الخبز بركه كنطيب فيه، وفي نفس الوقت درت اللاطه ديال الحوت. راه زعما يا سلام كون كانت كتخرج الريحه من كتخرج الريحه ديال الطياب من هذا من الفيديو، راه يا سلام واحد الرويحه. كاين ما احسن صراحه تقال من الخبز ديال الدار بحال هكا، يعني خبز ديال القمح ريحته، خصوصا هذاك الزيت البلدي اللي كنرش فيه اللي كندير فيه، راه شنو لكم البنات راه كيجي رائع. بحال دابا انا الوليدات ديالي ما كيبغوش لي الحبات ديال الكمون، اما راه ديروا الزيت البلديه وترشوا فيه واحد الكميشه ديال هذا ديال الكمون، راه شنو نقول لكم، راه كيجي بحال داك المحرش ديال الزنقه. الحكاكه مثلا، الحكاكه طويله ونحكو كلشي فيها. كيف ما يعني بغينا نقطعو، غير نقطعو هادشي بحال هكا يعني بقى طويل. راه كتشوفوا راه عندي مخلط هنا لحقاش، يعني كما قلت لكم هادي راه ديال البارح غير كنضيف عليها. نقطع يعني هاد الفجلات غير بحال هكا. وهنا كما شفتوا عندي هاد الحبات ديال القمرون، هادو اللي صوطيتهم بطبيعة الحال بشوية ديال الزبدة، شوية ديال الملح، وواحد شوية ديال التومة. صافي حتى كيبردو بحال هكا وكنضيفهم. هادو غادي نخليهم للزينة، هادو كما كتشوفوا خليتهم القشرة ديالهم بهاد ديالها، غادي نخليهم هادو ان شاء الله للزينة. غادي نقطع دابا واحد شوية ديال الفرماج، حتى هو غادي نقطعو يعني بشكل اما مربع اما بحال هكا في الطولي. معكم وكنطلع على الخبز. المهم هنا كما كتشوفوا البنات ضفت واحد شويه ديال الفرماج، حيت هذاك الفرماج الاحمر درت غير هذا عندي محكوك، كما كتشوفوا عندي واجد محكوك ضفته. صافي ضفت واحد شويه ديال هذا لافوكا اللي هي قطعتها كما كتشوفوا، هي قطعتها يعني عشوائيه. ودابا ان شاء الله بالنسبه للصوص البنات، انا غادي نديرو ديريكت، غادي ندير غير شويه ديال الزيت البلديه،
بغينا يعني نديرو الصوص ونخليوه على جنب نخليوه. انا كما قلت لكم يعني ان شاء الله عرفتها غادي تكال اليوم، يعني ما غاديش نخلي منها، غادي ندير الصوص ديريكت. وهنا كما كتشوفوا عندي واحد العصره ديال الحامض، واحد رشه ديال البزار، البزار هذا الابيض، واحد رشاشه ديال الملح. كتجي زوينه ان شاء الله هذه بالمذاق ديال الملح والحلاوه، الحلاوه ديال الخز، وهذا اللي كيكون صغير بحال هكا، هذا البيبي كاروت البنات، هذا كيكون حلو كيكون زوين. صافي وهكا كتكون الشراده ديالنا واجده. انا غادي نقدمهم في هذه الوجنات هادو الصغيورين، كنعطيو البنات الزينه اللي بغينا. انا كما كتشوفوا يعني استعملت هاد الخزو بحال هكا، وكنحط عليه هاد التمرون على هاد الشكل، يعني كنزينو كيف ما حنا بغينا. وها الشلاطة ديالي واجده. بلاص ها الخبز بدا كيطيب كما كتشوفوا، مازال الخبز كيطيب وصافي. درت اللاطه باش ديال الحوت باش طيب، في نفس الوقت راني بديت كنوجد في الطبله. انا كما كتشوفوا وجدت الطبله، شوفوا علاش ميشه ما شاء الله داخله. صافي وجدت الطبله هنا كما كتشوفوا البنات. صافي دابا اش بقى، يعني الشلاطه وجدناها، الحوت شعلنا عليه، الخبز راه نصو طاب، اش بقى؟ بقات لكم البنات دابا ان شاء الله بقات لينا غير التحليه، غادي ندوزو ان شاء الله نحضروا التحليات. واخر حاجه بقات لينا البنات هي صلاه فروي. نورمالمون صلاه فروي هي يعني التحليه كنبداو بها هي الاولى، ولكن عرفتوني اش غادي ندير، يعني غادي ندير غير صلاه فروي، يعني هي اخر حاجه، يعني ساهله ماهله راكم عارفين، ما غادي نحتاج فيها لا حاجه تبرد لا خاصها تحضيرات مسبقه لا حتى شي حاجه، يعني حاله سهله. داكشي علاش خليتها هي اخر حاجه. يلا البنات دابا ان شاء الله موجد الطبله وداكشي، غادي ندوز ان شاء الله ندير هاد المعنات للماكينه يتغسلوا، وندوز ان شاء الله نحضروا الصلاه ديالنا. المهم البنات دابا وصلت وقت التحليه، كما قلت لكم غادي ندير ان شاء الله صلاه فروي. المهم احنا عندي خلطه ديال الفروي، اي نوع عندنا، اي حاجه متواجده عندنا، كما كتشوفوا ما كتحتاجش يعني كميه كثيره، مو غير شويه 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 من الحاجه. المهم كما كتشوفوا دايره خلطه ديال الفريز، ودايره هنا واحد شويه ديال العنب، واحد الحبه ديال البنان، عندي هنا شويه ديال الفواكه الجافه. غادي نجيب هنا الكيسان البنات، غادي نحضرهم في هاد الكويسات هادو. عندي هنايا كما كتشوفوا هاد شويه ديال الفواكه الجافه، عندي شويه ديال الزبيب، شويه ديال هاد الفواكه اللي كتكون بحال هكا جافه، اللي ما نقدروا نستغناو عليهم، يعني لينا الاختيار نديروا داكشي اللي متواجد عندنا، واللي ما متواجدش ما عندنا ما نديروا به، المهم حنا نقضيو باللي متواجد عندنا. صافي كما كتشوفوا البنات عندي واحد الحبه ديال البنانة غادي نقطعها، الفلوس كما كتشوفوا راهم ثلجين، كنديروهم في المجمد، ملي كنجيبهم بحال هكا بالكسره كنلوحهم في المجمد، كنخليهم بحال هكا السلاد، وهذا السلاد فروي يعني كيجيو مزيانين، او السمودي ولا هكا، يعني دائما ملي تلقاو الحاجه وتلقاوها بالكسره، يعني كيكونوا بحال هكا الفريز وهادشي، يعني كيكونوا دايرين مثلا جوج باكيات كتاخذيهم بثمن واحد ولا هكا، كناخذ منهم وكنلوحهم بحال هكا كما كتشوفوا في المجمد، كيبقاو عندي واجدين، يا العصير يا السمودي يا المهم كينفعوا. وكنلعبوا على اللوينات، هذا العنب البنات هو اللي غادي نقسمو بحال هكا، حيت حباتو كبار، الحبة نقسمها على ربعة. أنا اللي لاحظتو راه كندير غير جوج كيسان، لحقاش الوليدات عندي ما كيبغوش لي ما كيبغوش الصلاه فروي بحال هكا، يبغوا ياكل بحال دابا انا ساميه ياكل العنب هكا، وكي ما بغيش زائد عليه شي حاجه، يعني نديرو بحال هكا مع الليمون ولا مع دانون ولا هكا ما ياكلوش. داكشي علاش كتشوفوا كندير غير جوج كيسان.
نضيف العصير ديال الليمون. وهذه كإضافة البنات بغينا نديروها نديروها بغينا نستغناو عليها نستغناو عليها. غادي نضيف واحد معلقة من يوغرت بأي نكهة كنبغيو. أنا هنا عندي بدون نكهة. هما البنات هنا كندير هاد الاضافه ديال هاد الفواكه الجافه من الفوق، يعني كيشدوا لي في هذاك دانون الا بغينا، يعني باش ما يطلقوش لنا ما يترخاو ما يطلقوش لنا. داكشي علاش كندير هاد كندير هاد المعلقه بحال هكا ديال يوغرت من الفوق، بحال هكا تكون بحال لصقه. صافي، وهاد التحليه ديالنا واجده. دابا البنات غادي نجبدو ان شاء الله لاطا باش نكمل عليها الزينه ديالها. الا كنحس يعني بالريحه ديالها بدات كطيب، حطها في الكرطه. اوه يا سلام على الريحه. شوف الناس راه الحوت كيبان لنا، صافي راه يعني بقات ليها غير واحد شي شويه ويكمل في الطياب. دابا ان شاء الله غادي نكمل الزينه لهاد الحوته هكا، يعني باش نضمنوا هاد الفلفله ديالنا كطيب وما كتجيش يعني مفوته في الطياب وهكا، اللي كيبغي يعني الخضيره تبقى شاده وداكشي. هذه طريقه زوينه، جربوها ان شاء الله ورجعوا لي الاخبار. هنا كما كتشوفوا عندي هاد الشرائح هادو ديال ندور لكم هاد الشرائح هادو ديال الحامض اللي درتهم على هاد الشكل بحال هكا، والفلفله يعني حطيتها غير طويله على هاد الشكل. هنا عندي هاد الحبه ديال الكمرون، غادي نزين بهم غير بحال هكا من الفوق. راكم عارفين ملي كيطيب كيتجمع كيجي المناظر ديالو زوين. وهاد الفلفله هذه اللي بقات غادي نحطها غير بحال هكا في الجناب. ودابا ان شاء الله غادي نرجعها للفران طيب، يعني بلا ما غنغطي عليها بلا والو، غادي نرجعها يعني كيجي الطياب ديالها نيشان. صافي انتما البنات، يعني دخلتها الفران ما غطيت عليها ما والو، غير كتصهد هاد الفلفله وهاد سميتو كيجي الطياب ديالها من داك الشرفة.
وهنا البنات هالمائدة ديالنا هالحوتة ديالنا كلشي واجد. الوينات ما شاء الله كيفتحوا النفس والشهية. ومشتوا لطريقة البنات ديال الفلفلة يعني كتجي طيبة وكتبقى بحال هكا يعني ما كتحسوش بها كاع راها محرقة ولا شي حاجة يعني كتبقى طيبة وكيبقاو الوينات ديالها دايرين زوينين. وملي كنغطيو يعني ملي كنوجدوا كاملين وكنديروا داك الورق الزبدة كندخلوا الفران يعني ضروري ما كتلصق لينا في ديك ورق الزبده وكتبقى يعني المهم ما كتجيش في الحطه زوينه هكا كما شفتوا هذه الطريقه كتجي يعني الحته مستفه كما كتشوفوا البنات. ان شاء الله هذا اللي حضرنا مع بعضياتنا حطيتها على هذا الشكل بحال هكا في الطواجنات ضروري من اللمسه المغربيه البنات ضروري من الطواجين. وان شاء الله هذا كما شفتوا يعني سلطه فروي جات على هذا الشكل بحال هكا. كانت هذه هي الفكره ديال الغديوه ديال اليوم يعني حويجات بساط كنطيبوهم دائما غير هو عطيناهم ديك اللمسه ديالنا وعطيناهم شويه ديال التاويل وكتجي المائده يعني كما شفتوا محدقه متيوله يعني بحويجات اللي كناكلوهم كل نهار. وهنا البنات قولوا لي براتهم ولا ما براتهمش. المهم البنات كنتمنى الفكره ديال اليوم توصلكم يعني بحويجات بساط نقدروا نحطوهم اللمسه ديالنا ونحطو يعني مائده متوله. ما بقى لي البنات غير غادي نحبس معكم الفيديو هنا كنتمنى تكونوا تمتعتوا معايا وحنا كنحضروا في هذه المائده. ما بقى لي غير نودعكم ونضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه البنات.